صاحبة الأطفال يوم عندنا درس خفيف وحلو وهي عن الراية. شلون نرسم الراية؟ راح نرسمها وراح نلونها بلون واحد اللي هو اللون الأسود فقط. تبهوا شلون يكون؟ أول شيء راح نسوي العمود. راح نرسم العلم. شلون نسوي العلم؟ طبعا العلم باعتباره يلف رفرف ما بيكون سيده، طبيعي بيكون مايل فيه الهواء الحركه تقريبا بهذه الطريقه يعني. نغمض على العمود وبعدين نرجع إلى العلم اللون. نبدأ نخليه لنفس الحبل هذا أو الخيط. نبدأ من داخل نعطيه لون. دائما حركة الإيد في خط في اتجاه واحد وقت التنويم. في وقت التلوين أحبة الأطفال شوفوا ما نستخدم كله بلون درجة واحدة، نخلي فارق بين اللونين، يعني هني غامض هني شوي فاتح حتى يبين في حركة أو يبين في تغير في اللون يعطي حركة ولمعة. حدود ما العلم نعطيها شوي ما شوي نعطيه لون أزرق في الخلف. هذا موضوع اليوم وهو الراية. أتمنى أن أعجبكم وأتمنى إن شاء الله أن أنتم تواصلون ترسمون أحسن مني. أشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة.